ملخص عام لتكاملات الدوالل الجبرية، لكن الأصعب منه والأهم هو تكاملات الدوالل المثلثية، لأن بعض الأسئلة تحتاج إلى قوانين تحويل. أساس العملية في تكاملات الدوال المثلثية هي مشتقات الدوال المثلثية. مشتقة الساين من عندي واي تساوي ساين يو، إذا المشتقة مالتها تساوي كوساين يو ديو. شخص هاي ديو مشتقة الساين. من عندي واي تساوي كوساين يو، المشتقة مالتها سالب ساين يو ديو. من عندي الواي تساوي تان يو، شنو المشتقة مالتها؟ راح اصير سيكن تربيع يو دي. قواعد الاشتقاق المفروض حافظها. من عندي واي تساوي كوتان يو، اذا المشتقة مالتها واي فتحة تساوي سالب كوسيكن تربيع يو دي. بعد من عندي واي تساوي سيكن يو، إذا المشتقة واي فتحة تساوي سيكنت يو تان يو ديو. ومن عندي واي تساوي كوسيكنت يو، إذا المشتقة مالتها تساوي سالب كوسيكنت يو كوتان يو ديو. هذا القواعد إذا حافظها وما عندك مشاكل بالدوال المثلثية، بما أن مشتقة الساين كوساين فإن تكامل كوساين يساوي سين. يعني ايش راح استنتج هنا؟ راح اقول تكامل كوساين يو ديو هذا يساوي ساين يو زائد سين. بما ان مشتقة الكوساين سالب ساين، اذا تكامل الساين هو سالب كوساين، اذا راح استنتج تكامل ساين يو ديو يساوي سالب كوساين يو زائد سين. بعد ايش راح استنتج؟ تكامل سيكنت تربيع يو ديو يساوي تان يو زائد سي. بعد تكامل كوسيكنت تربيع يو ديو هذا شو يساوي؟ سالب كوتان يو زائد سي. بعد تكامل سيكنت يو تان يو ديو هذا يساوي سيكنت يو زائد سي، عكسه تماما. واخر وحده تكامل كوسيكنت يو كوتان يو ديو هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي سالب كوسيكنت يو زائد سي. كل مشكله ماكو، انت اذا حافظ قوانين الاشتقاق ونسيت التكامل فقط اكتب قاعده الاشتقاق ورجعها بالعكس. تكاملات الدوال المثلثية نظرا لصعوبتها النسبية، يعني ما اقول لك صعبة فعلا، صعوبتها النسبية قياسا بالجبرية راح اقسمها الى خمس احتمالات اساسية. الاحتمال الاول اسميه التكامل المباشر. شو اقصد بالتكامل المباشر؟ اذا اجاني واحد من دول الستة، يعني اقول لك متى يكون التكامل مباشرا؟ تقول لي اذا ساين او كوساين او سيكنت تربيع او كوسيكنت تربيع أو سيكنت في تان أو كوسيكنت في كوتان. يكون التكامل مباشرة دلني بالأسود كوساين ساين سيكنت تربيع كوسيكنت تربيع سيكنت في تان كوسيكنت في كوتان، يكون عندها تكامل مباشرا. إذا كان التكامل مباشرا يجوز تطبيق القاعدة بشكل مباشر بشرط الحصول على مشتقة الزاوية. بس أمن وجود مشتقة الزاوية طبق القاعدة بشكل مباشر. شلون يعني؟ يجيني سؤال يقول لي أريد تكامل مثلا كوساين 4 اكس دي اكس. هل هذا التكامل مباشر؟ نعم التكامل مباشر، لكن وين عندي مشكلة؟ مشتقة الزاوية. شنو مشتقة الزاوية؟ 4. إذا أحتاج فقط هنا 4 وهنا 1 على 4، طبق القاعدة بشكل مباشر. إذا نشرحها سريعا أقول 1 على 4 ساين 4 اكس زائد سي. 2 تكامل ساين جذر اكس على جذر اكس دي اكس. هل الساين مباشر؟ هل الساين
الساين مباشر، هذا الساين مباشر، الساين هو مباشر، تكامل الساين مباشر، لكن يشترط وجود مشتقد الزاويه، يشترط وجود مشتقد الزاويه، مو يجيني طالب يقول اختصر جذر اكس ويا جذر اكس. مو هذه زاويه، هذه مو زاويه، اذا احولها الى اسس، اذا اشرحها يسوي هنا، اقول ويساوي تكامل ساين اكس اس نصف والاكس اس سالب نصف دي اكس. بما ان التكامل مباشرا فقط أأمن وجود مشتقد الزاوية، شنو مشتقد الزاوية؟ نصف اكس السالب نص، لأن أنا عندي اكس السالب نص، إذا شحتك أحتاج هنا نص وبرا اثنين انتهت المشكلة، شنو تكامل الساين؟ هو سالب كوساين، إذا الجواب يساوي سالب اثنين كوساين جذر اكس. يجي سؤال آخر رقم ثلاثة، تكامل سيكن تربيع ثلاثة الجذر التكعيبي للاكس على الجذر التكعيبي للاكس تربيع دي اكس. هل هذا التكامل مباشرا؟ نعم التكامل مباشر. يشترط شنو؟ وجود مشتقد الزاوية. خلي احول الى اسس. اذا هذا شرح يسمينا ويساوي تكامل سيكن تربيع ثلاثة اكس اس واحد على ثلاثة و اكس اس سالب اثنين على ثلاثة دي اكس. شنو مشتقد الزاوية؟ اكس اس سالب اثنين على ثلاثة، لان هذا الثلث ما راح تنزل، تنضرب بالثلاثة راح تروح. اذا مشتقد الزاوية هو اكس اس سالب اثنين على ثلاثة، اذا كل شيء ما يحتاج. اذا شنو التكامل مالته؟ اذا هذا راح يصير عندي تان، شنو هو؟ ثلاثة جذر التكعيبي للاكس جاهز أربعة سيكنت تربيع اكس. نعم الزاوية هي هذه، شنو المشتقى مالتها؟ الثلث راح تنزل من تنضرب بالثلاثة واحد، مو ثلاثة ويا ثلاثة اختصرها، راح يصير اكس اس ايش قد؟ سالب اثنين موجود، هذا سالب اثنين على ثلاثة، ما اقول موجود كل شيء ما يحتاج، اذا تكامل السيكنت تربيع هو تكامل. اذا هنا يكون التكامل مباشرا اذا جاني واحد من دول الستة. زين، جاني واحد من دول الستة، شو اسوي هنا؟ ابحث عن مشتقة الزاوية، اذا قدرت احصل مشتقة الزاوية راسا اطبق القاعدة. من الأسئلة السهلة جدا والصعبة جدا. شلون هذا سهل جدا وصعب جدا؟ تكامل سيكنت تربيع كوساين تان اكس دي اكس. هل هذا التكامل مباشرة؟ ليس مباشرة. شنو تكامل هذا؟ ساين تان اكس. ساين تان اكس. ساين تان اكس، اذا هنا الداله المثلثيه منه هي الكوساين. هذه شنو؟ هذه الزاويه. هذه هي الزاويه. مشتقد الزاويه سيكنت تربيع اكس. اذا هنا الداله هي كوساين والكوساين هو مباشر ومشتقد الزاويه موجوده بالخارج، اذا شنو تكامل الكوساين؟ هو الساين بشرط ان الزم مشتقد الزاويه، اذا هذا راح يصير عندي ساين تان اكس زائد. فكره السؤال موجوده بالتمارين العامه لكن فكره مشتقه متكامل. يعني يجيني هذا السؤال يقول لي اشتق. شنو المشتقه مالته؟ مشتقد الساين هو كوساين نفس الزاويه في مشتقد الزاويه هي سيكنت تربيع اكس. واضح؟ إذا متى يكون التكامل مباشرا؟ إذا إجاني السؤال واحد من ستة، من هذول الستة؟ كوساين وساين وسيكنت تربيع وكوسيكنت تربيع وسيكنت في تان وكوسيكنت في كوتان. زين لقيته مباشر، عن من تبحث؟ عن مشتقد الزاوية. إذا قدرت تحصل مشتقد الزاوية راح يكون التكامل مباشر. سؤال آخر قبل ما ننتقل إلى الاحتمال الثاني، يجيني تكامل مثلا سيكنت باي اكس تان باي اكس زائد 3 دي اكس. كم حد ذني؟ حد يعني. والتكامل يتوزع على جمع وطرح. هسه كل حد راح يجي يقرا واحده،
سيكنت في تان. هل هذا التكامل مباشر؟ مباشر. شو اشترط وجود؟ مشتقة الزاوية. شنو مشتقة الزاوية؟ هي باي. إذا شو احتاج؟ بالداخل باي وبرا واحد على باي. إذا هذا راح يصير واحد على باي سيكنت باي اكس. وتكامل الثلاثة، إذا هذا راح يصير 3 اكس زائد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التكامل باستخدام القاعدة الخامسة. تكامل ساين اس 4 اكس كوساين اكس اكس. هل هذا التكامل مباشر؟ هل هذا التكامل مباشر؟ اكيد لا. لان متى يكون التكامل مباشرا؟ اذا واحد من سته دول سته. هذا مو واحد منهم. يعني الكوساين وحده مباشر، الساين وحده مباشر. اذا ساين مضروبه بالكوساين هذا غير مباشر، هذا غير طريقه. السيكنت تربيع وحده مباشر، السيكنت وحده غير مباشر. السيكنت تربيع مضروب بشيء اخر هذا غير مباشر. اذا هنا الساين مرفوع القوه وبصفه كوساين. متى يكون السؤال تابع للاحتمال الثاني؟ اذا كانت احدى الدوال السته موجوده مرفوعه الى قوه معينه ووجدت مشتقتها بجوارها. من الدوال الستة؟ هي الساين والكوساين والتان والكوتان والسيكنت والكوسيكنت. إذا لقيت واحدة من ذني الدوال الستة، هذه بالأخضر. إذا لقيت واحدة من ذني الدوال الستة مرفوعة إلى قوة ووجدت مشتقتها بجوارها، هذا أقول عليه قاعدة خامسة. إذا إيش راح يصير ناتج التكامل؟ إذا هذا هو اليو واحد على خمسة. هذا هو الديو. اذا راح يصير واحد على خمسة ساين اس خمسة اكس زائد. هذا شنو فرقه من اقول لك تكامل ساين اكس دي اكس؟ تكامل الساين هذا كنا عليه سالب كوساين اكس زائد سي. شلون اميز هذا السؤال عن هذا السؤال؟ اذا كان التكامل مباشرا تغير اسم الدالة عند تطبيق القاعدة. إذا كان التكامل مباشرا يغير اسم الدالة عند تطبيق القاعدة مع الحفاظ على القوة الأصلية. باستثناء السيكنت تربيع راح يصير تان، شوية القوة تتغير لكن اسم الدالة يتبدل. والكوسيكنت تربيع يصير سالب كوتان، اسم الدالة يتبدل. إذا كان التكامل مباشرا فعند تطبيق القاعدة يغير اسم الدالة. وإذا كان التكامل حسب القاعدة الخامسة عند تطبيق القاعدة نحافظ على اسم الدالة مع تغيير القوة. من الأخطاء المؤلمة اللي وقع بها الطالب بين هنا تكامل الساين اس 4 اكس كوساين اكس ده يعرف قاعدة خامسة لكن الساين يقولوا كوساين بعدين يضيف للاس واحد المضروب في مقدوره. خطا مؤلم. ليش؟ لان الطي صفر بس نتالم عليه، نعرفه هو فاهم القاعده لكن ما عرف الفهم. اذا عند تطبيق الاحتمال الاول يغير اسم الداله. واذا كان السؤال تابع للاحتمال الثاني نحافظ على اسم الداله مع تغيير القوه. ناقشني بهذا السؤال. تكامل ساين 2 اكس على جذر كوساين 2 اكس زائد 1 على اكس. جذر شو اسوي له؟ حول الى اسس. مقام شو اسوي له؟ اصعد. منو يم الدي اكس ومنو يم التكامل؟ ساين القوس يم التكامل والساين يم الدي اكس. اذا هذا راح يصير هنا تكامل كوساين 2 اكس زائد 1 والسالب 1 على 2 ساين 2 اكس دي اكس. متى
يكون السؤال تابع للاحتمال الثاني قاعدة خامسة إذا وجدت مشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس. شنو تكامل الكوساين؟ هو السالب ساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. إذا تكامل كوساين 2 إكس سالب ساين 2 إكس في 2. إذا شو أحتاج هنا بالداخل؟ إذا نحتاج داخل التكامل سالب 2. هو احتاج خارج التكامل سالب 1 على 2. هذا كله راح يروح. شلون عرفت الجواب من القوس راح يصير يم التكامل دائما؟ دائما القوس يصير يم التكامل والحد المنفرد يصير يم الاكس. وين الكامل؟ القوس ولا الاكس؟ نعم القوس اشتق القوس اشتق داخل القوس وانتظر المشتقه مالته موجوده يم الاكس. اذا لقيت المشتقه مالته هذه راح تختفي اضيف للاس واحد واضرب في مقلوبه. نعم يعني ما اسوي اثنين ساين وكوساين؟ مو كل ما اشوف ساين 2 اكس احولها 2 ساين اكس كوساين اكس. هذه قوانين التحويلات. شو وقت اذا فشل الاحتمال الاول والاحتمال الثاني؟ افكر بقوانين التحويلات. هسه هنا مشتقه مالته موجوده صارت؟ موجوده. اذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير سالب 1 على 2. القوس هذا راح ينزل نفسه كوساين 2 اكس زائد 1 بس 1 على 2 ومقلوبه هو 2 زائد س. فين تروح؟ اثنين ويا اثنين راح تختصر وهذا راح يرجع الى جذر مره اخرى. اذا اكو خبرين خبر سعيد وخبر اقل سعاده. ما نقول سعيد. الخبر السعيد بين التكاملات كلها بس حكايتين. يعني اما مباشر او باستخدام القاعده الخامسه. فمن حدود ما نشكم بعد من اللوغاريتميه والاسيه بعد. اما تكامل مباشر او قاعدة خامسة. إذن هنا هاشم يسأل يقول أنا حافظ قانون ساين 2 إكس. يقول 2 ساين إكس كوساين إكس، كل ما أشوف ساين 2 إكس أحول 2 ساين إكس كوساين إكس. يقول هنا هذا ساين 2 إكس أنا حافظ قانونه. كوساين 2 إكس أنا حافظ قانونه. هذه قوانين التحويلات. شو وقت أفكر بيها؟ إذا فشل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أفكر بقوانين. هسه ساين 2 اكس هل هو مباشر؟ ساين 2 اكس مباشر تكامل الساين هذا شو يساوي؟ سالب كوساين بشرط الحصول على مشتقة الزاوية. اذا هنا الساين هو مباشر رغم ان الساين 2 اكس بقوانين تحويل لكن مباشر على جذر راح احوله. هسه هنا شنو مشتقة الزاوية؟ 2. اذا شو احتاج؟ احتاج نص وبالداخل 2. يعني هسه هنا داخل التكامل احتاج 2 وبرا 1 على 2. هسه هنا مشتقة الزاوية حصلته شنو تكامل الساين؟ سالب نصف. اذا هذا راح سالب نصف كوساين 2 اكس زائد س. يعني مو كل ما اشوف ساين 2 اكس احولها. مو كل ما اشوف كوساين 2 اكس احولها. مو كل ما اشوف التان احولها ساين على كوساين. تكاملات السؤال اول ما يجيني اجي اختبره هل هو احتمال اول اطبق عليه القاعده بعد الحصول على مشتقه الزاويه. هل هو احتمال ثاني اطبق القاعده اذا كانت مشتقه القوس موجوده بصفه. اذا فشلت الاحتمالات الاول والثاني يلا افكر بقوانين التحويل. وياي؟ شوف السؤال الاخر. تكامل. تان بس 4 اكس سيكنت تربيع اكس. هل هذا احتمال اول؟ بالتاكيد لا. هل هو احتمال ثاني؟ ايش وقت ينجح الاحتمال الثاني؟ اذا احد الدالتين اعتبرته يو بدون القوه مالته وكانت مشتقتها موجوده بجوارها. هسه اذا اخذت اليو هو التان مشتقه التان السيكن تربيع هنا موجوده صفر. اذا ايش راح يصير؟ راح يصير 1 على 5 اذا هنا ويساوي 1 على 5 تان اس 5 اكس زائد سي. سؤال مباشر جدا اذا اجى بالوزاري ما يسوى 10. زين شلون ممكن يضيف لفت نكهه صغيره؟ زين بعد ذول الدوال المثلثيه اللي عددهم ايش قد؟ 6 ساين وكوساين تان وكوتان
وسيكت وكوسيكت. في حالة التكامل ذن الدوال المثلثية صايرين جروبات، يعني الساين ويا الكوسين، التان ويا السيكت، والكوتان ويا الكوسيكت، جروبات اثنين اثنين. إذا لقيت أكو اختلاف بيناتهم إذا ألجأ إلى قوانين التحويل. يعني نفس هذا السؤال ممكن يجيني بالوزاري يقول لي جد تكامل تان أس 4 أكس على كوساين أس 4 أكس إكس. هذا إذا صح دي فوق رياضيا صح، لكن التان راح يصير بصف الكوساين. احنا قلنا التان ويا الكوساين ما يتوالمون، التان يدور يمه سيكنت والكوساين يدور يمه ساين. هسه هنا لو اخلي تان بصف سيكنت، لو اخلي ساين بصف كوساين، انا عندي قوانين التحويلات السيكنت هو واحد على كوساين. فاذا كان الواحد على كوساين هو سيكنت، فان الواحد على كوساين اس 4 سيكنت هو سيكنت اس 4، واذا كان هذا تربيع فالواحد على كوساين تربيع هذا سيكنت تربيع. اذا هنا راح يرجع نفس السؤال، اذا تان اس 4 في سيكنت تربيع راح يصير نفس الحجم. واضح؟ قوانين تحويلات بسيطة جدا، الأساسية التان شو يساوي؟ ساين على كوساين، الكوتان كوساين على ساين، السيكنت واحد على كوساين، والكوسيكنت واحد على ساين، إذا هذه سهلة، والتان هو مقلوب الكوتان. بعد شلون يجيني سؤال؟ يقول لي أريد تكامل. تان اكس في سيكنت تربيع اكس اكس، تان في سيكنت تربيع. اذا اعتبرت اليو هو التان، اشتقد التان هو سيكنت تربيع. اذا اعتبرت اليو هو التان مشتقد التان سيكنت تربيع، اذا هذا راح يبقى، هذا هو اليو، هذا هو الديو راح يختفي. اضيف للاس واحد واضرب في مقلوبه، اذا هذا راح يصير واحد على اثنين تان تربيع اكس زائد. نعم. ممكن اعتبر السيكنت هي اليو مو السيكنت تربيع. هنا حاله اخرى بعدني اقول هنا ابدل مواقع. هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير سيكنت تربيع اكس وهنا تان اكس دي اكس. هنا زميلك قاعد يسال يقول انا يعجبني اليو اعتبرها السيكنت، مشتقد السيكنت سيكنت هو السيكنت في تان. انا ايش عندي يمها؟ عندي تان، اذا انا راح اسحب من عندها السيكنت. يعني هذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير تكامل سيكنت اكس في سيكنت اكس تان اكس دي اكس. هسه اصبح من هو اليو؟ السيكنت. اذا هذا هو اليو وهذا هو الديو. هسه مشتقد السيكت موجوده بصفه، اذا ايش راح يصير ناتج تكامل؟ اذا راح يصير واحد على اثنين سيكت تربيع اكس زائد سي. من خواص التكامل احيانا تظهر نتائج مختلفه وكلها صحيحه. هذا السؤال اعتبره مباشر جدا، وهذا السؤال هذه الطريقه ايضا اعتبره مباشر جدا. شلون ممكن اضيف عليه بعض الصعوبه؟ اقول لك اريد تكامل تان اكس زائد تان تكعيب اكس. هنا بدك تفكر التكامل يتوزع على جمع وطرح لاي عدد من الحدود. التان ممكن احوله ساين على كوساين وكامل علن، لان مشتقه الكوساين موجوده الا شويه بس تحتاج سالب. التان تكعيب ممكن اسوي تان في تان تربيع واحول التان تربيع، لكن اكو طريق اقصر بهوايه اذا قدرت اسحب تان اكس عامل مشترك. راح يصير هنا هذا راح يصير تكامل تان اكس عامل مشترك، راح يبقى واحد زائد تان تربيع اكس دي اكس. من هو الواحد زائد تان تربيع؟ هو سيكنت تربيع. يعني رجعنا لهذا السؤال. قوانين التحويلات اللي لازم حافظها بين التان ساين على كوساين، الكوتان
كوساين على ساين راح نجي نكتبها حتى نحتاجها خلال شرحنا القادم. كل قوانين التحويلات راح تكتب هنا. هنا التان اكس هذا يساوي ساين اكس على كوساين اكس، بعد الكوتان اكس تساوي كوساين اكس على ساين اكس، السيكنت اكس هذا شو يساوي؟ واحد على كوساين اكس، الكوسيكنت اكس تساوي واحد على ساين اكس. بعد شو احتاج؟ الواحد زائد تان تربيع اكس يساوي سيكنت تربيع اكس، والواحد زائد كوتان تربيع اكس تساوي كوسيكنت تربيع اكس. هذه احتاجها لحد الان. انا هنا فكره العامل المشترك لا تغيب عن بالك، بمجرد ان اسحب عامل مشترك التان راح يصير واحد زائد تان تربيع هو السيكنت تربيع، وراح يحل بنفس الاسلوب السابق. زين اذا اجاني كوتان اكس زائد كوتان تكعيب نفس العمليه، راح اسحب كوتان عامل مشترك راح يصير واحد زائد كوتان تربيع، من هو الواحد زائد كوتان تربيع؟ هو كوسيكنت تربيع، ايضا هنا راح استخدم القاعده الخامسه. لذلك من نحكي فد خلاصه سريعه، انا اقول لك متى يكون التكامل مباشرا؟ راح تقول لي اذا اجى السؤال واحد من سته، من هذول السته؟ الساين والكوساين والسيكنت تربيع والكوسيكنت تربيع والسيكنت في تان والكوسيكنت في كوتان. زين اقول لك ايش راح اسوي؟ تقول لي أأمن وجود مشتقة الزاوية. لقيت مشتقة الزاوية شلون نطبق القاعدة؟ تبدل اسم الدالة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، متى يكون التكامل حسب القاعدة الخامسة؟ إذا كانت الدالة مرفوعة. إذا لقيت ساين مرفوع القوة وبصفة كوساين. إذا لقيت كوساين مرفوع القوة وبصفة ساين، السالب بالموازنة تدبر. إذا لقيت تان مرفوع القوة بصفة السيكنت تربيع، وإذا لقيت كوتان مرفوع القوة بصفة كوسيكنت تربيع والسالب بالموازنة. إذا لقيت سيكنت مرفوع القوة لازم شنو بصفة؟ لازم صفة سيكنت في تان، حتى لو لقيت التان وحدها الداين من عند السيكنت. وإذا لقيت كوسيكنت مرفوع القوة لازم صفة كوسيكنت في كوتان، حتى لو لقيت الكوتان وحده الداين من عند الكوسيكنت. زين لقيت حسب الاحتمال الثاني، شلون اطبق القاعده؟ تقول لي احافظ على اسم الداله مع تغيير القوه. بمجرد حصلت مشتقة الزاويه، مشتقة الداله المثلثيه، راح تلغى مشتقة الداله المثلثيه، احافظ على اسم الداله مع تغيير القوه. بس السيكنت والكوسيكنت داين، لكن مو دائما يداين، السيكنت يداين اذا لقت تان واحده، والكوسيكنت يداين اذا لقى الكوتان واحده. هسه سؤالي اليو شنو اختلافه اذا كان احتمال اول او احتمال ثاني؟ اذا اليو ما الاحتمال الاول هي الزاويه فقط، اليو ما الاحتمال الثاني هي الدالة مع الزاوية بدون القوة. إذا هنا من يجيني سؤال أقول لك تكامل سيكنت تربيع 7 اكس دي اكس، من هو اليو؟ هو 7 اكس، لكن من أقلب صفة مثلا سيكنت أس 4 وأقول لك تان 7 اكس دي اكس، من هو اليو؟ اللي هو السيكنت 7 اكس، لكن مشتقة السيكنت 7 اكس هو تان سيكنت 7 اكس في تان 7 اكس في 7، اذا راح اداين للتان واحد وبعدين اسوي موازنه. يعني هسه هذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير تكامل سيكنت 7 اكس تكعيب وبعد سيكنت 7 اكس في تان 7 اكس جي اكس، اذا نحتاج بالداخل 7 وخرج 1 على 7، بس هذا كله راح يروح، اذا السيكنت راح تنزل ما غير اسمها، اضيف للاس 1 واضرب في مقلوبه، اذا راح يصير 1 على 7 في 1 على 4
سيكانت أس 4 7 إكس. فإذا كان السؤال تابع للاحتمال الأول اليو هي الزاوية فقط، وإذا كان السؤال تابع للاحتمال الثاني اليو هي الزاوية مع الدالة بدون القوس.